أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودية اعتراض صاروخين باليستيين في سماء العاصمة الرياض أطلقا من داخل اليمن، كما اعترضت صاروخا آخر أطلق باتجاه جازان. ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التركي المالكي إن الصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي باليمن من محافظة صعدة باتجاه مدينة جازان، مؤكدا أنه تم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والمأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن ذلك يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية بقدرات نوعية.